بسم الله الرحمن الرحيم. نحكي هون عن البلبس والفيميل. الفيميل بلبس رح نبلش نشوف إشي فيه مش بوستيريور، هاي مش بوستيريور هي مش أنتيريور. رح نشوف آخر إشي وراء بوستيريورلي سيجمويد. كيف عرفنا إنه هاي سيجمويد؟ هاي ابن ديزي سبيبلويكا تكون موجودة على السيجمويد. تكملة السيجمويد بعطينا الركتم، وركتم آخر إشي بفتح هاي ركتم ماشي معها هاي الركتم، وآخر إشي بدي أفتح فيه لقينا الكنال بس مقطوعة مو مبينة، هاي بارت أوف ركتم. طيب قدام الركتم رح نلاقي اليوترس، هاي اليوترس مربوط بالخيط الأزرق بالسلك الأصفر، هاي اليوترس ونازل من اليوترس الباجينا، وهاي فتحة الباجينا، هاي فتحة الباجينا. طيب هلا بين اليوترس والركتم في هاي الباوش بنسميها ركتو يوتراين باوش أو ركتو باجينا باوش أو بنسميها دوغلاس باوش، هاي كلها كفرت باي بيريتونيوم. اليوترس بنشوف طالع منه السسبنسوري ليجمنت اوف يوترس يلي فيه الابر بارت منه بيحتوي على اليوتراين تيوب، هاي اليوتراين تيوب اللي بنربط، هاي اليوتراين، هذا كلياته يوتراين تيوب. امام اليوترس بده يصير في عندنا يورينري بلادر، هاي اليورينري بلادر، هاي بين اليوترس واليورينري بلادر في عندنا الفولد اوف بيريتونيوم رح يمشي عليها ويعطينا يوترو فيزايكل باوتش، هيها وال اليوترس رح يكون انتيفيرتد انتيفلكس، هي مضبوط شكله. اليورينري بلادر بينزل منها اليوريثرا، وهي فتحة اليوريثرا امام الباجينا، هي فتحة اليوريثرا هيها امام الباجينا. فصار عندنا تحت في عندنا فتحة الانال كنال، تخيلوها انها هي فتحة الانال كنال، امامها في الباجينا والفتحة اليوريثرا، وبين الفاجينا وبين الانال كنال المفروض هاي المسافة يكون فيها الفات، وبالفات فين رح نشوف البرينال بودي بس مش موجود.